الحمد لله الشبيبة وصلنا إلى المكة المكرمة بعد 6 أيام من نزولنا هنا في مكة المكرمة. درنا العمرة الحمد لله. الآن حان الوقت باش ناخذوكم في فيديو معنا نوروا لكم آخر الإجراءات هنا في مكة المكرمة، لأنه تغيرت كثير. أنا منذ قدومي في 2014 تغير كلش، حتى مع المرض ومع التداعيات الأخيرة غيروا كثير من الأشياء. إن شاء الله أنا وإسراح ناخذوكم في رحلة داخل الحرم نوريكم كامل الصور إن شاء الله. الآن متوجهين إلى صلاة المغرب. إحنا الآن في طريق إبراهيم الخليل أو شارع إبراهيم الخليل المعروف هنا في مكة المكرمة بالفنادق الرخيصة. إذا جيت وحدك ننصحك بهذا الشارع إبراهيم الخليل، فيه أفضل الفنادق وكذلك فيه بزاف لي ريستورون وين تأكل. ولكن إذا جيت مع أجانس من الجزائر تاع عمرة ولا رايحين يجيبوك لهذا الشارع 100%، لأنه كل الشركات الجزائرية أو أغلبها ينزلوا في هذا الشارع. Welcome to Mecca. We hope that you are gonna like this very nice and quick tour in the best place in the world. وصلنا سواسوا مع الأذان، ما شاء الله تشوف الناس كامل تتمشى اتجاه الحرم. هنا الدخول للناس اللي لابسين معنا مش معتمرين يدخلوا لهذه الدخله، وكاين دخله ثانيه اللي تكون بالاحرام تدخل في الدخله الثانيه. الان رانا راح نحوسوا على الدخله الثانيه، لانه راح ندخلوا للصحن الداخل. انه قبل كان يمشوا بالقانون تاع اعتمرنا بالابليكاسيون، لكن الان نحوا الابليكاسيون خلاص. لما تكون باللبس الاحرام تدخل ديريكتومون للصحن ان شاء الله. راح ناخذكم معنا ان شاء الله حتى للداخل، وين مع بعض نشوفوا الكعبه ان شاء الله. احنا بالنسبه لينا نودعوها لانه يومنا الاخير ان شاء الله، ونشاركوها معكم ان شاء الله. Before to go inside we are gonna grab a couple of glass of water. زمزم water. بسم الله. This water is amazing. من الدخول تاعك تحت الى الصحن تبدا تشوف الكعبة. Wow guys. ما شاء الله. ما شاء الله. There are thousands of people. I guess because tomorrow is Jumu'ah, so usually here during the weekend is extremely crowded. And I have been already inside here, and this is the first time I see the Kaaba like this, full of people. MashaAllah. الآن رانا داخلين مباشرة إلى الصحن إن شاء الله. أين الطواف وأين الكعبة؟ ما شاء الله. ما شاء الله. على بالكم دخولكم الأول إن شاء الله. الناس اللي مازال ما جاوش إلى مكة تفكروني في هذا الموقف، لأنه لما تدخل أول مرة عند الكعبة ينسابك شعور، تبكي، يروح لك الكلام، يصير بزاف صوالح. الحمد لله. اوه ما شاء الله. The first time I saw this I cried a lot and I still so emotional when I see this place. So and I look at the Kaaba and I got many times the opportunity to pray inside and it's beautiful because always when I look there I look to Kaaba I can see it. Even if it's a small piece I can see it. الحمد لله. هذا اليوم السادس تاعنا وهذا اخر يوم هنا ان شاء الله، هو يوم الخميس غدوه ان شاء الله على الساعه الزوج تاع القايله درنا التيكت باش نروحوا الى مدينه جده ونغادروا ان شاء الله السعوديه. غدوه ان شاء الله نجي نصلي الجمعه ونديمارو ديريكتومون، ما يكونش عندنا الحظ اننا نقدروا ندخلوا للصحن. ولكن هذه اخر نظرات فيها، فان شاء الله العوده عن قريب ان شاء الله. انا حبيت في كل عام ان شاء الله اذا قدرنا ربي نجو كل مره نجو مرتين ولا في العام. ادعوا لنا ربي يوفقنا. هنا كاين لو كان تشوفوا نشرح لكم شويه، هنا كاين الحجر الاسود وهنا كاين واحد الخط اخضر. هنا بدايه الطواف، الناس تقول بسم الله والله اكبر الله اكبر وتبدا الطواف تاعها. اللي كاين مقام سيدنا ابراهيم ما شاء الله. الناس هذو كاملهم كاين منهم اللي يدير في عمره كذا يدير في الطواف. واو احساس رهيب. All we are sharing the same feeling, all we are doing the same things and this is just
just amazing. هنا عندنا مقام سيدنا إبراهيم، هنا عندنا حائط الملتزم عند الباب، وكذلك عندنا الحجر الأسود. الناس لما تكمل طواف تاعها 7 طوافات تجي لهذا المكان هنا تصلي ركعتين وراء مقام سيدنا إبراهيم. After COVID probably there are less people, but guys, people are coming back to Mecca, people are coming back to join Umrah, and now starting Hajj, they are closing Umrah, so people are not allowed to come here anymore, and that's why you see less people. بعد ما تكمل زوج ركعتين تاعك هنا يا عن مقابل مقام سيدنا إبراهيم، الحاجة الوحيدة اللي عليك ديرها بعدها أنك تروح إلى السعي الصفا والمروة من هذه الجهة، تشرب كاس ماء زمزم وتدخل إن شاء الله إلى السعي الصفا والمروة. تلقى ما شاء الله الناس كيفاش الطريقة تاع النظافة هنا في الكعبة، طريقة رائعة ما شاء الله. شوف كيفاش يجري درك شكية يسيقوا، أوه شوف شوف شوف، أوه ما شاء الله الناس تسيق ما شاء الله. على العام انه المسجد نظيف وريحته زينه ما شاء الله. الان انا واسراء متوجهين الى المسعى، كذلك نوريكم التوسعه الجديده اللي داروها هنايا في الكعبه، هي انه داروا تروازيطاج تاع السعي، تروازيطاج تاع طواف، معناها انهم باش يجيبوا السعه تاع المسجد تكون اكثر واكثر احسن من القبل. قبل كان ليطاج واحد، كانوا 2 زيطاج على ما اظن، ولكن الان السعي فيه 3 زيطاج، حتى الطواف فيه 3 زيطاج، معناها 3 طوابق انك تقدر تطوف او تقدر كذلك تسعى. الان نديكم الى المسعى تشوفوه لانه غيروا فيه بزاف صوالح. احنا الان متوجهين الى الصفا والمروه، هذه هي الدخول تاعو الرسمي لكل طوابق. من هنا يبداو، عندك الطابق الاول، الطابق الثاني، والطابق الثالث. الان نوريكم حجره الصفا وكذلك حجره المروه وال7 أشواط اللي تديرهم من السعي من الصفا إلى المروة. الآن وصلنا إلى حجرة الصفا وين الناس يقابلوا الكعبة. من هنا الكعبة مرئية كما راكم تشوفوا، كامل الناس راهم يدعوه مقابل الكعبة. هذا المكان اللي من الصفا تشوف منه الكعبة، تقابلك هنا وتدعي الأدعية اللي مأخوذة من السنة، ومنها كاين بداية السعي الصفا والمروة. عندك هنا تبدأ تروح من هنا الأول شوط، وتعاود ترجع من هنا الشوط الثاني، الشوط الاول الثاني الثالث الرابع، مثل هاك وتمشي. وبعدها لما تكمل الاشواط تاعك خلاص يبقى عليك الا تخرج منها تحلق شعرك وتكون حللت من العمره تاعك. خاوتي اذا كان عندكم معناها كما نقولوا اسئله عن الشريعه او اسئله داخله في معناها في الدعاء، او عندك شك في واحد من المناسك العمره، جي هنا تلقى مشايخ يعطوك الفتوى الصحيحة، لأنهم مشايخ من الحرم، وين يعطوك الجواب الحقيقي على التساؤل تاعك. ما شاء الله اليوم الصفا والمروة العمرة كلها معمرة، وهذه هي الحجرات على الصفا. في أخير كاين جبل تاع المروة ما شاء الله. كاين حاجة هنا للناس اللي يقولوا احنا نساء كبار ولا ناس مرضى، ولا تلقوا هذو يخدموا السعر تاعهم بين 70-75 ريال على ما اظن، ما جربناش احنا، يرفدوك يدوك يطوفوا يسعوا بيك. وكذلك الطواف، دوك نوريكم جهه الطواف بالكروسه هذه. الور هذا المكان الوسطاني هو المخصص للناس اللي يسعوا بهم هذو بالسياره، تعطيه تخلصوا هو يدير بيك السعي 7 اشواط تدعي وكلش ما شاء الله. ناس معنا ثاني سيرفيابل وكامل. اما الناس اللي قادرين يتمشاو وعادي، هذه هي الطريقة تاعهم كما راكم تشوفوا كامل الناس هنايا. كما كنت نشرح لكم الان داروا 3 زيطاج. لو كان تشوفوا هذا ليطاج اللي احنا فيه، هذا اللي تحت، بعد كاين ليطاج دوزيام وين الناس يتمشاو، بعد كاين 3 ايطاج كذلك يتمشاو، كذلك كاين واحد السيارات ما شاء الله. الان رانا مازال نتمشاو الداخل في الطابق الثاني رايحين، لانه جا وقت صلاة العشاء. الان روحوا الوقت للصلاة العشاء. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اجواء رائعة ان شاء الله. يا ربي نرجع في القريب العاجل لانه اخر يوم لنا هنايا. Here I am guys, I'm so glad that I filmed this beautiful place. I have it right in front of my eyes, the Kaaba, and it's not crowded at all. الان انا راني داخل للصحن من جديد باش نصلوا صلاة العشاء. استرى قعدت لي مع النساء لانه النساء ممنوع يدخلوا للصحن الان. ندخلوا نحكموا بلاصتنا ان شاء الله. صلاة العشاء هنا الأخيرة في الصحن، ان شاء الله ربي يتقبل منا ودعائي لكم كاملين خاوتي. احساس رهيب وانت مقابل الكعبة ما شاء الله. ربي ان شاء الله خاوتي كامل يقدركم ويوفقكم انكم توصلوا الى الكعبة ان شاء الله.
تدير عمره ان شاء الله. الان نجرب نجيبوا فيها كاس ماء ليمدوا الماء ما شاء الله. أوه. The prayer ended right now and I was very liking alhamdulillah, because while I was waiting there down I saw this small spot open and I get inside, so I got a chance to pray in front of the Kaaba. Honestly, the soldier saw me but he told me just go. Alhamdulillah shabib, kammen salat ta'na salat al-isha, kammen salat al-maghrib, دورنا ديناكم جولة إن شاء الله تكونوا ديتوا نظر عامة على الحرم كيفاش داير من الداخل. إذا كان واحد راجل كبير ولا جدك جداتك رايحة تدير الحج ولا العمرة أبعث لهم فيديو هكا كيقدروا يشوفوا. الآن رانا خارجين نروحوا نرجعوا للوتيل تاعنا نبدلوا سقشنا نبدلوا صوالحنا اللي راح نلتقوا مع ناس نعرفوهم إن شاء الله العائلة نلتقوا بها. But the first things we are gonna do right now is take an ice cream. شوفوا ما شاء الله الحاجة الوحيدة إنه عند الحرم لما تخرج من الحرم تلقى هذو الناس يبيعوا راباندو يبيعوا الصوالح للحجاج وكاع ما جداتك راهي تشري لك منها السيوات البنادير كلش تلقاه. والشارع هذا الكبير اللي يدينا على الشارع ابراهيم الخليل تلقاه ثاني تراباندو تلقى الناس يبيعوا. وكذلك الحاجه الرائعه هنايا هذا الحرم هي انه عند هذو لي ريستورون اللي هنا تلقى بزاف الناس اللي يديروا الخير. واش يديروا؟ يشروا الماكله يخلصوا لوتيل يخلصوا لي ريستورون الداخل يعطوهم دراهم. هذوك لي ريستورون واش يديروا؟ يرفدوا يعطوا للناس. تلقى كامل الناس في كل مكان يستناو في الاكل تاعهم. معناه هنا لو كان تجي يكون ما عندكش دراهم ولا تقدر تاكل تشرب كلش بلا ما تدفع ولا دورو. كما راكم تشوفوا لهي هم الناس مجمولين هم يعطوا لهم في الماكله تلقاهم هاك كامل مدبزين على الماكله في كل مكان ما شاء الله. والان يبدا وقت الشري تاع لي كادو. تلقى كامل العوائل الناس بعد ما يكملوا صلاه العشاء يروحوا كامل للحوانت يشروا لي كادو للعائله تاعهم يشروا صوالح ولا بريمو. اجواء رائعه جدا ما شاء الله. هذا راهو جايب لهم الحاج الماكله راح يعطي للناس اللي راهم يستناه. Here you have the food and there is even the main toilet for women and men and inside there is a shower. تمر 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 تمر. شوفوا ما شاء الله هنا تمشوا تلقوا الناس يعطوكم التمر في كل مكان. جزاك الله ثانك يو. شكريا شكريا. في كل مكان هنا تمشي تلقى الناس يمدوا التمر يمدوا الحليب هذيك اللي قلت تقدروا تعيشوا هنا بدون ما تدفعوا دراهم بزاف لانه المحسنين كاين بزاف. This is the looks very fresh actually. Around you can find many people giving food for free. وهذا الاوتيل اللي رانا فيه اوتيل رائع كما قلت لكم دفعنا عليه 50 اورو لليله شامل الافطار. Our floor is the number 10. نروح الان ندخلكم تشوفوا الغرفه بارده كلاص. الحاجه الاولى الشابه اللي تشوفوها هي هنا عندك تاع القهوه عندك الفريجيدير فيها معنى الفريجيدير هذو الصوالح اللي فريمون تحتاجهم بزاف تاع القهوه والفريجيدير وين تشرب قهوتك هنا. وهنا عندك الغرفه ما تشوفوش الخلوطه اللي كاينه باسكو اتس اور لاست داي. الغرفه فيها ثلاث اماكن واحد زوج ثلاثه لهذا انك لما يكونوا ثلاث عباد راح يكون ارخص ارخص بكثير راح تولي 15 اورو للشخص الواحد. عندك هنا التلفزيون عندك الطابله عندك ميزان توزن روحك عندك كلش. حتى التواليت نقيين بزاف حاجه هايله. ها وين لوك شوف عندك كلش really كلش, كلش 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 امريكا. هذه حبينا نبارطاجوها معاكم برك. هذه كتجربه احنا كريناه مده 6 ايام طحنا 300 اورو. الحمد لله يا ربي الحمد لله كملت رحلتنا في مكة وكملت العمرة تاعنا لهذه المرة إن شاء الله. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو ولو قليل وإن شاء الله المرة القادمة نزيدوا نشاركوا معاكم غار حراء نشاركوا معاكم أماكن كبيرة في مدينة في كلش. هذه المرة حبينا نخلوها أكثر للعبادة صلاة العبادة المسجد ونفلوغوا لكم على الهامش برك. The next destination is Jeddah. We hope you like this video and we hope guys you are gonna follow our adventure. مازال رحلتنا متواصلة حول العالم. المدينة الجاية هي مدينة جدة نوريكم الحياة خارج الحرم في السعودية هنا معنا خارج مكة والمدينة.
وكذلك بعد جدة رانا رايحين الى دولة جديدة ان شاء الله باش نكتشفوها. ما زالت مغامرات نحو العالم متواصلة. Basically we want to show you guys something outside the typical religious place like Medina Mecca, because Saudi is a beautiful country and deserve to be visited.